هاي شايفين هذا الفلوزير انا لو شافت دار حتى بيكشت على حاله فالولد الصغير بيكون في المطبخ مش داير بال مش داير بال هاي له بمسك البقله هذا بيكون يغلب شوفوا بارد شو بعرفه بسحبوا اللي هم مطلوب عليه وشوهم وبنحرم عشان هيك بتنبهوا على اهاليكم ولا تديروا بالكم مع اهاليكم انه ما يخلوا اطفال صغار بالمطبخ فهمتوا؟ الطفل الصغير بالمطبخ بيعمل اذى بيعمل مشاكل ممكن يحرق البيت ممكن يدي حاله. هذا متمثل بلقاء في السلام العامي والسلام المنزلي خاصة. يظل الأطفال أو الجيل الموجود معنا اللي هو تقريبا من صف رابع لتاسع نستهدفهم في توعيتهم في أولا في رقم الطوارئ 102 أساس أنهم هم عندهم قدرة على حفظ هذا الرقم وبلغوا لأهليهم ويحكوا معهم بهذا الرقم كمان ننبههم من مخاطر الكهرباء وننبههم مخاطر سوء استخدام المدفأة يعني هم بدورهم بيكونوا شاطرين في تبليغ أو توصيل هذه الرسالة لأهليهم لأنه في معظم الأهالي بيكونوا مشغلين في أعمالهم وفي بيوتهم ما بيقدروا يحضروا هذه المحاضرات فإحنا بنستغل الأطفال ووعيهم وأنهم بيقدروا وصلوا هذه الرسالة بطريقة بسيطة لأهليهم والأمور ماشية على ما يرام. ضمن برنامج الـ AMK المناهل ماستر كيدز استهدفنا الفئة العمرية من طلاب صف الرابع حتى الصف التاسع. افتتحنا البرنامج قبل أسبوع في تحت رعاية الغرفة التجارية الصناعية في محافظة طول كرم. تناول البرنامج عدة برامج مهنية وأكاديمية بتعمل على صقل مهارات الطلاب. يتخلل البرنامج ورشات عمل توعوية. استقبلنا اليوم كادر من الدفاع المدني في محافظة طول كرم أعطى ورشة عمل بعنوان السلام العام. هاي الورشة بنعتبرها توعوية وذات فائدة كبيرة لهاي الفئة العمرية. بتشمل الحروق السلام العام لإلهم. بتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل مقدم المهندس سامي حمدان النقيب رائد عوينات وجميع الكادر الموجود معه في تقديم هاي الورشة ضمن برنامج المناهل ماستر كيدز.